ما هو الفرق بين الغريزة والفطرة؟ الغريزة في اللغة اسم وجمعها غرائز، ويراد بها القريحة والسجية والطبيعة من خير أو شر، والتي تصدر عنها صفات ذاتية. يقال غريزة البقاء عند الإنسان، أي رغبته الفطرية في البقاء على قيد الحياة، والغريزة هي الدافع للإنسان إلى العمل من غير فكر. الفطرة في اللغة اسم وجمعها فطرات وفطر. والفطرة هي الخلقة التي يكون عليها كل موجود أول خلقة. يقال ما يزال على الفطرة، أي على الصفة الأولى التي يكون عليها الإنسان عندما تبدأ حياته وخلقته الطبيعية. أما بالنسبة للفرق بين الغريزة والفطرة، فالغريزة في مواضع تأتي مختلفة في مفهومها الدقيق عن الفطرة، وفي مواضع أخرى تأتي الغريزة والفطرة بنفس المعنى، وفي مواضع أخرى تأتي الغريزة على أنها جزء من الفطرة. ومن المعاني التي تأتي فيها الفطرة مختلفة عن الغريزة الإسلام والسنة والدين والملة والاختراع والإبداع والإيجاد والخلقة التي خلق عليها المولود في المعرفة بخالقه والارتباط به. ومن المعاني التي تأتي فيها الفطرة بمعنى الغريزة، أي الفطرة تساوي الغريزة، مثلا كالجبلة التي خلق الإنسان عليها. ومما قيل في معنى الغريزة والفطرة، الغريزة سلوك يرثه الإنسان أكثر مما يكتسبه. والعلماء يطلقون مصطلح الغريزة أو السلوك الغريزي على كل نشاط أو سلوك يقوم به الإنسان ولا يحتاج إلى تعلم أو خبرة. أما الفطرة فهي صفة يتصف بها المولود أو الموجود أول زمان خلقه.